كابتن اينو بدأ النهارده تظهر ملامح منافسه في الدوري خلاص، يعني بعد 9 جولات يعني واضح ان الاهلي، واضح انه بيراميدز بيخش بقوه جدا في المنافسه دلوقتي، الزمالك طبعا رغم انه متاخر على الاهلي ب6 نقاط بس احنا لسه في الجوله التاسعه، سموحه بدأ يظهر كوجه دلوقتي قوي جدا من بدايه الدوري، مشاكل تحت دلوقتي بقى الاسماعيلي، ايسترن كامباني، في مشاكل المقاولين العرب، بدأت تظهر الملامح ولا انت شايف ان لسه الدنيا ما ظهرتش بشكل؟ بص يا استاذ محمد، بشكل عام الدوري السنه دي ممتع، صعب في كوره جدا بصراحه، في الكوره وفي كوره يعني الدوري حلو، طبعا ماتشات حلوه يعني، لا مباريات حلوه، انا بتابع كل المباريات غير اللي انا بطلع يعني احلل تحلل المباريات بشكل عام وخصوصا مباراه الاهلي. فالدوري ممتع بشكل عام، حتى في فرق انا معجب بيها جدا زي فيوتشر، ده الحصان الاسود انا بعتبره، بغض النظر عن كمان النهارده خساره فاركو لكن بيأدي بشكل كويس مع الكابتن مجدي عبد العاطي. معجب جدا بالكابتن احمد سامي وفريق سموحه، عامل طفره بصراحه وبقلل الامكانيات غير الامكانيات اللي احنا كنا عارفينها دايما عن سموحه يعني. لكن الراجل بيشتغل في صمت، بيعمل نتائج محترمه جدا، وكلنا شفنا النتيجه الاخيره مع نادي الزمالك، فكون اللي هو يكسب نادي الزمالك دي حاجه طبعا يعني حاجه كويسه بالنسبه للكابتن احمد، ولعبته لعيبه محترمه جدا. اللي زعلان عليه يا استاذ محمد نادي الاسماعيلي، يعني انا حزين على نادي الاسماعيلي، احنا مصدومين في النتائج الاسماعيلي يعني انا عايز اقول لحضرتك كمان ان انا الفتره اللي فاتت يعني كنا بندردش قبلها، وعشان انا كنت ماسك نادي الشهداء في اسماعيليه، فعشت في اسماعيليه فتره، فكنت بقعد هناك شايف الجو هناك يعني الشارع الكروي هناك عامل ازاي، الناس حزينه جدا، الجمهور هناك متعصب جدا. خد بالك الزملاء الاسماعيلاويه كمان معظمهم موظفين، فهو الصبح في وظيفته بقيه اليوم ما عندوش حاجه للاسماعيلي، ده 24 ساعه اسماعيلي، هم بياكلوا ويشربوا زي بورسعيد، بيحبوا المصري جدا، هم هناك عندهم الكره دي رقم واحد بالظبط، ونادي الاسماعيلي هناك يعني كل الناس في ظهر النادي الاسماعيلي، فالناس زعلانه جدا 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 على نادي الاسماعيلي. فبتمنى اللي هم يعني يبداوا صفحه جديده مع الكابتن حمد ابراهيم، ويأدوا يعني. يمكن النهارده انا اتفرجت على المباراه، بدلك برضو يعني عندهم ضربتين جزاء يعني ضربتين جزاء ويبقوا كسبانين 2-0 وما يقدروش يحافظوا، يعني على الاقل كانوا كسبوا النهارده. انت عارف اللعيبه دي يا استاذ محمد عايزه، عارف لما حضرتك تبقى الكوره واقفه، فهم عايزين بس مكسب يرجع لهم الثقه تاني بالظبط، واللعيبه هتفوق يعني. انا متوقع لو كسبوا مباراه حتى واحده هترجع لهم الثقه، روحهم المعنويه هترتفع، هيبتدوا يأدوا بعد كده. هم عندهم لعيبه مميزه جدا ولعيبه كوره يعني زي ما دايما النهارده كانوا كويسين، كمان كانوا كويسين وبيوصلوا ضربات جزاء وكل حاجه، بس هي واقفه الكوره، انت عارف حضرتك لما بتبقى واقفه خلاص. فبتمنى اللي هم الكبوه دي يطلعوا منها بسرعه، عشان بجد جمهور نادي الاسماعيلي زعلان جدا زي ما احنا كلنا زعلانين. نادي الاسماعيلي بغض النظر عن اي حاجه هو يعني من الفرق اللي هي درويش مصر زي طبعا ما بيقول، فاكهه الكره المصريه، فاكهه الكره المصريه يعني، الكره الجميله يعني، السامبا برازيل مصر، برازيل مصر لحد النهارده لو حضرتك مسكت الجدول تلاقي اخر يعني اخر تحزن الدوري، فالموضوع تحزن بصراحه، تحزن طبعا. وهو ما بقاش في حل غير الناس تقف في ظهر الاسماعيلي، ما فيش لا في انتقالات جايه ولا في تغيير تاني في الجهاز الفني يعني، خلاص ما فيش حل ده تاني، ده امر واقع، واللعيبه دي هي اللي موجوده، هي اللي هتكمل اخر الموسم، فعليهم بقى خلاص، ما مش عايزين بقى نسمع الفاظ، مش عايزين هجوم على اللعيبه، خلاص هي اللعيبه دي هي اللي هتكمل معاك. فزي ما هم في كبوه، هي دي اللعيبه اللي عندها القدره اللي هي تطلع تخرج من الكبوه دي ان شاء الله، من الكبوه دي. طيب الكابتن اينو، شفت مباراه الاهلي وفاركو النهارده؟ طبعا الاهلي بحس انه بيفوق بالطريقه اللي بيلعب بيها اللي هي 4-2-3-1، وبتحس انه الاداء ما بيبقاش ممتع للناس، ممكن يبقى تكتيكيا افضل بس كمتعه للناس في الطريقه بتاعته اللي هي 4-3-3، لما بيطلع الهاف ديفندر ينزل تحت ويدي فرصه للجناحين يطلعوا والكلام ده. انت انا دايما بقول انه الاهلي ما يلعبش بالطريقه اللي هي 3 هاف ديفندرز دي الا لو بيلعب فريق جامد جدا يعني، او فريق اعلى منه، بتلعب كاس عالم الانديه ماشي مقبول، حتى بتلعب الزمالك مقبول. فانا حتى كنت متحفظ قدام سان داونز على الطريقه يعني، هو لو لعب بالطريقه بتاعت النهارده دي قدام سان داونز كان ممكن يكسب مستريح من اول نص ساعه يعني، النهارده جاب 3 اجوان في اول ربع ساعه واول 13 دقيقه. انت معايا في الراي ده ولا ليك راي تاني؟ هي الفتره اللي فاتت يا استاذ محمد كانت لعيبه مجهده ومرهقه بحكم اللي هم كان عندهم مباريات كتيره، والفتره اللي جايه كمان انا كنت سامع حضرتك الحوار مع كابتن سامي مضغوطين، وهو ده قدر النادي الاهلي.
أنا بيلعب في كل البطولات وبينافس في كله بيكمل في كله بيكمل. هو ده ميزه النادي الاهلي. الانديه الكبيره دايما حتى اللعيب اللي بيبقى جاي بيبقى السبوت عليه عارف قيمه تيشيرت النادي الاهلي. فهو ده امر واقع اللي انت هتشارك في كل البطولات ومطالب كمان بكل البطولات انك تكسب كل البطولات. بس برضو الاهلي في ميزه عن باقي الانديه ان عنده دكه بدلاء قويه جدا، عنده فرقه تانية بره. ما هي دي ميزه النادي الاهلي او ميزه الفرق الكبيره اللي انت بتشارك في كذا بطوله. فانت هتجيب يعني وفره من اللعيبه دي منين اللي هي تأدي في انذارات في اصابات فكل الحاجات دي لازم يبقى عندي دكه يعني كويس. اصلا حتى الضغط ممكن تقدر تحله بان انت عندك لعيبه كتير كويسه موجوده. هو ده بقى الفرق الكبيره اللي هي عندها لعيبه كتير يا استاذ محمد، هي دي اللي تقدر تعمل روتيشن. امتى اريح حمدي فتحي وانزل مثلا حد، امتى اريح السوليه. فده اللي احنا رحت كاس عالم ناقصه 15 لعيب في الاول. طبعا بس وكسبت مونتيري وكملت. ما هو النادي الاهلي دايما معود جمهوره يا استاذ محمد اللي دايما التعادل ده بمقام خساره. بالنسبه لطريقه اللعب النهارده النادي الاهلي خلص المباراه. يعني بلغه الكره كده نزل خلص المباراه في 13 دقيقه. في 13 دقيقه هو كمان كان جاي من خساره ما كانتش متوقعه. صن داونز مع كل احترام فريق كبير وكل حاجه، لكن دايما النادي الاهلي هو اللي ليه طبعًا الافضليه دايما طبعًا. والمباراه هنا في مصر، يمكن انا كنت بحلل المباراه دي فكلنا يعني هما في كره بتاعه العارضه يعني الشناوي كان عنده توفيق فيها وكره تانية اللي راحوا بيها الجون. هما عندهم من الثقه عارفين امكانياتهم ايه، بيلعبوا كره على الارض كويس. لكن النادي الاهلي راح بكذا كره، في كره قفشه، كره حسام حسن، يعني في كذا كره، كره بيرسي تاو اللي مركزش فيها. فالنادي الاهلي طبيعي ان هو كان يكسب. النهارده لما نزل خلاص اللعيبه دي ميزه النادي الاهلي اللي هو بيعرف يفصل بين افريقيا بين الدوري بين الكاس. فاخفق في مباراه مش دي نهايه المطاف. النهارده نزل يصالح جماهيره، النهارده نزل بيأدي برجوله، اللعيبه كلها نازله من اول دقيقه اللي هي مركزه. في فرق اصل محمد بيبتدوا يفوقوا مثلا على بدايه الشوط الثاني في نهايه الشوط الاول، لان النادي الاهلي النهارده واخد قرار ان انا اول دقيقه فايق من اول دقيقه فايق من اول دقيقه عشان ما كانش ينفع النهارده اي خساره او تعادل. الناس مش هتتحمل مش هيتحملوا. طب هل طريقه اللعب برضو فرقت؟ اكيد طبعا ما فيش شك. لكن طريقه 3 4 3 اللي حضرتك بتتكلم عليها هو الفرقه الوحيده اللي في مصر اللي بتقدر تنفذها صح هي النادي الاهلي. ليه؟ عشان اللي بينجح خطه موسيماني حمدي فتحي. حمدي فتحي هو اللي عنده القدره اللي هو يعمل دي. لو حمدي فتحي مش موجود في النادي الاهلي لا يمكن النادي يلعب، مش هيلعب بدي، مش هيعرف يعني يستخدم الطريقه دي. فلما بيلعب بالطريقه دي حمدي فتحي بيريح نص الملعب وبيريح الاثنين المدافعين. هو بيبقى اكنه فاكر حضرتك زمان ليبرو مقلوب. هو بيلعب اكنه ليبرو مقلوب. مظبوط. كان هاني سعيد بيعملها كويس قوي لو تفتكر. طبعا طبعا كابتن هاني لعيب كبير كان بيعملها هو كويس. موسيماني مع كابتن حسن شحاته كان بيعملها كويس قوي. وكابتن حسن شحاته لكن كان بيعملها معاه يعني في المنتخب. هاني سعيد كان بيعملها مع كابتن حسن. ايوه. لكن انا شايف اللي بيدي افضليه للسوليه، بيدي حريه لديانج اللي هو يزيد ومخلي دايما حمدي فتحي هو يعني هو سته، هو اللي بيلعب رقم سته، هو اللي دايما بيلم ورا الناس دي كلها. فانا شايف اللي هو النهارده المباراه اصلا خلصها في اول ربع ساعه او 13 دقيقه. فخلاص تعرف اي فرقه استاذ محمد بتجيب جون او اتنين خلاص بترتاح نفسيا وبيبداوا يلعبوا كره من رجل لرجل. فالموضوع بياخدوا ثقه، بيزدادوا ثقه اثناء المباراه. الفرقه اللي قدامك بتتهد خلاص. انت اول ربع ساعه لما بتلاقي 2-0 و3-0 خلاص انت حتى بتهمد. غير لما انت بتبقى نازل 0-0 لا ده انت مطالب ان انت تجيب واحد. والنادي الاهلي النهارده راح مخلص اكتر باثنين وثلاثه، فانت مطالب ان انت تجيب واحد واثنين وثلاثه. فالموضوع بدا يتصعب على فرقه مظبوط. فالنادي الاهلي النهارده خلص المباراه، وزي ما بقول لحضرتك ده النهارده كان لازم يصالح جماهيره، لازم يخش على مباراه المريخ وهو عنده ثقه. فبتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه، وهو ده قدر النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اللي انت بتلعب في نادي كبير فدايما تبقى مضغوط، دايما بتلعب وانت تحت ضغط. مش اي لعيب يتحمل ده، مش اي لعيب. ياما شفنا كده في لعيبه بتروح اهلي وزمالك كبار جدا ما بتقدرش، ما بتقدرش وتلاقيهم دايما يروحوا فرقه تانية بتلاقيهم دايما بيأدوا بشكل كويس. فمش اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي. تمام.